وبعد ما راح اقلتها راح تسوي تحذيرات واللي راح يعرفها بكم راح اصبر عليها. شايف؟ يلا بس انا اتفقت بس بالمطلوب لو استوعب لا اصلا كل الانواع اكيد بس بالمطلوب بس احس انه يعني مودرن واللي يتميز اكيد. اوكي بالمطلوب ايضا هو يشتغل 3D ولا هذاك موضوع هذا الموضوع؟ هذاك موضوع ثاني لا تكنولوجي يعني على الشوارع يكون كل شيء بينما بالمطلوب هو اكثر انا كان المفروض ما كنت وانا حاسس بالمطلوب لكن اوكي. من انت ارسلت؟ ارسل من الروضه بس بلشت ارسل بالمطلوب قبل سنتين تقريبا. اوكي يعني حاولت انه تجربه مثلا ولا شو اللي شدك وخلاك انه ترسل؟ بالواقع هي صارت بالصدفة يعني أنا شفت رايح حتى أعرض رسومات عادية فبعدين يلا أصعد على المسرح سوي إيش سوي إيش بس أنا في المقلوب من وراها حبيت المخطوط حتى لحد الآن تفسر للشعر طبعا ما أكون حق الجمهور لحد ما خلص. طيب أنت تستخدم القلم الماجيك صح؟ يعني طبعا هالشيء يمكن أنا متميز به إنه أنا دائما أرسم بس بالماركر يعني بدون ما أستخدم ألوان أو كل شيء يعني كفاية أخلص اللوحة بأقلام ماركر عادية جدا. طيب ليش ما تستخدم الألوان؟ أستخدم الألوان لكن ما أعرف أنت تتميز بالضبط يعني كنت أحب إنه خصوصا في رحلة دولين الموضوع اللي أستخدم هذا الشيء بس اللي موجود هو الألوان فقط أو أيضا بالألوان الطبيعية أكيد أكيد كل شيء لكن أنا دائما يعني كنت أنا دكتورة حنان شيء دكتورة حنان ما تبي تسمع شيء ما يستهويني أكثر الوجوه احس بها تحدي اكثر من مجرد منظر طبيعي لانه خاصه من ارسم شخصيه مشهوره يعني شنو راح اضيف لها هاي الشخصيه؟ ما يكون يعني راح تطلع تشبهها راح تطلع احسن من باقي الرسامين هنا برايك هاي الرسمه اللي ترسمها حاليا راح تطلع تشبه الوجوه هاي بيحكي هاي بيحكي هاي اعتقد راح تعرفوها لان هي يعني بس بالشارع عرفناها يعني على وشك ما تكتبون دائما الفكره من الرسم بالمقلوب انه على اخر لحظات الله يبدي شخص يكتشف انه هذا شخصيه يعني مو من البدايه فيعطيك نوع من الحماس انك تبقى تنتظر من راح تكون هاي الشخصيه. ايضا دخلت بمهرجانات مثلا مسابقات اكيد 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 شباب مسابقات وحاليا اكثر شغلي اللي اسوي على المهرجانات العالميه اشتغلت هوايه امور عالميه. شلون في البداية كان جيت بصدفة صار عن ثلاث مرات، أول عرض كان عالمي يعني عرض نيويورك، فعن طريق الصدفة وراها قمت صار علي طلب أو أني اشترك إن أشوف هالشيء راح يضيف لي أو يفيدني، وهيك مثلا أكثر شيء يعني اشتغلت فيه كان عميق من العلم، وهو حسام رسام ديو كان هو يغني وأني أرسم على المسرح، يعني حاولت أن أسوي أفكار جديدة مو بس إنه أرسم. يعني باقي انت هنا ما يا ريت ان شاء الله. طبعا مشكور اذا ترسل صراحه كلش احساس حلو. شو احساسك انت اذا احد ارسل؟ من جرب ان يفضل ما حرام عليك خلاص خلينا نعيش هذه اللحظه يعني حرام عليك اذا ما ترسلنا يعني ما تطبق ويكون ساعتها مشاركه كثير من المعارض العالميه ورفع اسمك واسم الاعلام في المعارض الدوليه. شكرا جزيلا شكرا لتواجدك ويانا لهذه الرسومات نتمنى لك الموفقيه ويا ريت تخبرنا بكل المعارض اللي راح تجريها وخصوصا العالميه حتى نفتخر بهذه الانجازات من قبل شاب عراقي مثلك. احنا وصلنا لختام برنامجنا لهذا اليوم.